دول يوم جاءت بناء على واحد حد نقاشات مستمرة داخل الحنطة استمرارية لواحد الجدل داخل الحنطة بما فيه الإشكاليات التي تطرح حاليا ذات البعد التنظيمي وذات البعد المهني مدينة مراكش لا يمكن على جميع المدن تقريبا في ربوع المملكة التي تعاني من هذا الإشكال التنظيمي فيما يخص سن بعض القوانين وظهور بعض القرارات الإرتجالية التي لا تخدم السائق المهني أكثر مما تخدم حقيقة إقتصاد الريع بصفة عامة ومن تنقول إقتصاد الريع تنقول القطاع وبين قوسين معلم شكارة ومعلم شكارة غادي نبسطوه بواحد الطريقة هو اللي عنده الفلوس صاحب المال له القدرة على شراء مجموعة من من سيارات الأجرة هنا كيولى داك ديك الرأسمالية البشعة أو ما يسمى داك داك ديك الرأسمالية المتوحشة اللي تتخلي داك السائق المهني اين اين موقعه في داخل هذا القطاع لذلك حاولنا في اطار تفاعل مع مجموعه ديال المشاكل داخل القطاع ان نحضر لهذه الندوه وهي استمراريه لندوات مقبله ان شاء الله ستكون على المستوى الوطني عرفوا بانه القطاع ديال الاجره يعني تحول وتغير يعني ودخلوا مجموعه ديال ديال المشاكل آه بغض النظر على آه يعني يعني آه الظاهر اللي اللي كان ديال 63 وهو اللي تيقول بالحرف انه هذا القطاع تيشغلوه غير يعني منوع للاجانب ومنوع على آه الناس الوافدين من حرف اخرى انهم يدخلوا لهذا القطاع ويستثمروا فيه اذا اللي تنشوفه حاليا هو غير ما هو كاين في القانون اللي آه تنشوفوا الان بانه أحد القطاع ولا تجاري بالدرجه الاولى قصوا الهيكله يعني الهيكله ما كيناش ما كاينش يعني الاطار القانوني اللي كاين ناقص ما تنقولوش بان ما كاينش اطار قانوني كاين ولكن آه يعني ينقصه مجموعه ديال الاختلال يعني كاين اختلالات من ناحيه المرجعيه ولا الاطار القانوني وهذا الشيء اللي تيخلي مجموعه ديال يعني آه يعني الطفيليين المتطفلين انهم يولجوا لهذا القطاع هذا بمباركه الاداره من طبيعه الحال آه الاداره فتحة يعني ما تسد هذا المجال ديال ديال الاستثمار وفتح الاستثمار على مصراعي بل وتشرعنه يعني ببعض الدوريات وبعد المذكرات اللي اللي كاينه الان ونطالب ونطالب بانه يتغير الاطار المرجعي ويتعطى حق لهاد الناس ويتعطاهم موقع في فهاد المنظومه هذه هاد. هاد. الناس اللي هما السائق المزاولين يتعطاهم حق في الترخيص وحق انهم تهما يكونوا يعني اصحاب رخص ومن طبيعة الحال عبر دفتر التحملات وتوضح فيه هذا دفتر التحملات اللي تنطلبوا به يتوضح فيه ما لك وما عليك هناك واحد تسير فيه عشوائية فيه ارتجال وفيه حتى المزاجية تاعت المسؤولين أو لا الأقسام اللي يعني مسؤولة على, على تسير القطاع بولاية مراكش أسفي فرغم المراسلات ورغم الشكايات اللي كان ورغم الملفات المطلبية اللي كان حطوا لدى الولاية بمدينة مراكش أسفي يعني كنلقاو دائما كاين واحد النوع نتاع المراوغه واحد النوع ديال الطماطول واحد النوع حتى ديال عدم الاهتمام وعدم يعني عدم المبالاه فهذا الشيء كيطرح لنا مجموعه تاع الاسئله حنا ما كنطالبوش بشي مطالب اللي هي تعجيزه تعجيزيه اه كين عندنا مطالب اللي هي واضحه وحتى الاداره نفسها ما يمكنش ليها يعني انها تشوف تشوفها انها يعني غير مزايده او لا ماشي معقوله مثلا ملي كنقولوا كان كنطرحوه يعني الزياده في التسعيره تسعيره سياره الاجره نظرا للزياده في ثمن المحروقات وهذا الشيء نعرفه بان الغازوال الان كيدير تقريبا قريب ل 10 دراهم اذا اخر زياده ذاتنا هي 2012 ملي كان الغازوال 7 دراهم دابا 10 دراهم ما كاينش زياده حنا كنطالبوا غير ماشي كان عارفوه كنعرفوا كناخذوا بعين الاعتبار القدره يعني الشرائيه اه ولا سميتو نتاع نتاع المواطنين ولكن حنا كنقولوا الزياده غير كتعويض ما يمكنش انا بوحدي كسائق سياره الاجره ولا نحن كقطاع نتحملوا هذه الزياده هذا دي ديال ديال من ضمن ضحايا الاحكام اللي صدر اللي صدرت حقهم وحنا واحد المجموعه سبعه السيارات اللي داخلين للمحجز عام عام والمزيد سنه كين اللي كاين اللي فايت عام ونص وكاين بالنسبه لي انا عام وشهرين تقريبا السبب هو الحلاوه الحلاوه وبش وصاحب صاحب الشكاره اللي كيزيد علينا في السومه الكرائية تيجي عنده تيقول لي انا بغيت نعطيك شحال بغيت هذاك بغيت يعطيك 10 انا بغيت نعطيك 30 مليون الزوله منه وبغيت نعطيك انا 30 مليون وحيدها لي انا هذا هو المشكل باش باش حنا دفعنا النزاعات ومثل دعاني في المحكمه وصدر الحكم المهم ابتدائي وداك الشيء صدرت في حقي انا صدر في حقه هويا صافي تحجزت لي السياره دابا عام وزياده دابا دابا نحجز لي السياره وانا في الفوريان وانا جالس ومن عليهم نفس المشكل تنطلب دابا انا يعاود يعاود معايا انا انا سائق مهني يعاود معايا تنسوق انا راسي تنسوق الخدام ماشي زعما شاد شي فور ولا شي انا سائق مهني